السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس عاصم سعفان، وبإذن الله النهاردة نبدأ نتكلم عن بايثون نمبرز. للتذكرة طبعا من الفيديو اللي فات احنا قلنا طبعا احنا عندنا النمبرز في بايثون، عندنا الانتجرز والفلوتنج نمبرز. الانتجرز اللي هي الارقام الصحيحة والفلوتنج نمبرز اللي هي الارقام العشرية. طبعا نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نبدأ ننظم بس كده الملفات بتاعتنا عشان خاطر بعد كده لو حبينا نرجع لأي نقطة نبقى عارفين ازاي نرجع لها بسهولة. نيجي مثلا على حاجة زي الديسكتوب ونعمل فولدر جديد ونسميه مثلا ايه بايثون كورس عشان خاطر تبقى انت ايه مجمع الفايلز بتاعتك اللي انت هتتعلم فيها عشان خاطر في اي وقت تقدر ترجع لها بسهولة وتفتكر انت كنت بتعمل ازاي عشان خاطر الاكواد بتتنسى وبالذات لو انت قعدت مثلا فتره ما بتكودش او كده يعني في اي وقت تقدر ترجع لها وتفتكر بسهوله. عملت فولدر هسميه مثلا ايه بايثون كورس. تمام، هبدا بعمل ايه؟ هبدا بقى افتح الجوبيتر نوت بوك اللي انا قلت لك طبعا تكون مسطبه او على حسب الكودنج اللي انت الكودنج اديتور يعني انت شغال عليه تبدا تفتحه براحتك ونشوف ازاي هنشتغل بقى. انا طبعا شغال على الجوبيتر نوت بوك عشان خاطر انا كده كده اصلا حاطط ده الجزء دوت تبع جزء التراك بتاع الماشين ليرنينج فاشتغل على الجوبيتر نوت بوك. فتحت طبعا قائمه سارت وكتبت جوبيتر بس كده تلاقي ظهر لك على طول تضغط انتر هيتفتح معاك اوتوماتيك. تمام، هتبدا تخش على الديسكتوب زي ما احنا شايفين كده وتخش على الفولدر اللي انت عملته وتبدا مثلا هنا بقى تعمل اللي انت عاوز تعمله جوه الفولدر. ممكن طبعا جوه الفولدر الاول تقسم برده زي نفس التقسيمه مثلا اللي احنا دلوقتي في سيكشن 2 جوه الفولدر بتاع البايثون كورس هعمل مثلا هنا ايه هعمل فولدر جديد واسميه مثلا سيكشن 2 عشان خاطر يبقى الموضوع منظم اكتر. تمام، وبعد كده ارجع ايه للصفحه بتاعه الجوبيتر عشان خاطر هنلاقي الفولدر بتاع سيكشن 2 ده ظهر معانا. هنبدا بقى نعمل جوه الفايلات اللي احنا شغالين عليها باذن الله. زي ما احنا شايفين سيكشن 2 ظهر معانا هنخش فيه وهنيجي هنا جواه نعمل لك بس زوم كده على السريع نطلع فوق هنا على اليمين نعمل نيو وبايثون 3. طبعا ديت الورك سبيس اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. احنا طبعا بنبدا نتكلم الاول على الارقام عشان خاطر نوضح الحاجات الاساسيه في الارقام، ايه العلامات العمليات الحسابيه الكلام ده كله. يعني انت في البدايه خالص ممكن تتعامل مع الصفحه بتاعت الجوبيتر نوت بوك بالنسبه لك يعني كانها اله حاسبه، انت ممكن تعمل اي عمليات حسابيه انت عايز تعملها. ممكن مثلا تكتب هنا بواحد بلس مثلا يعني زائد 5 وتعمل هنا ايه ران من هنا او تعمل شيفت وانتر. انا طبعا بعد كده اعمل شيفت وانتر على طول عشان بس الوقت نعمل ران من هنا كده هتلاقي طلع لك اكن بعمل كل عمليات حسابيه. طبعا انت بتشتغل على الموضوع ده كله بتعمل بقى ايه كل اي حاجه عمليه حسابيه انت عايز تعملها ممكن تعملها هنا بسهوله. مثلا 6 مثلا ماينس احنا كده دلوقتي اتكلمنا على كده سبستراكشن او الطرح. بعد كده ممكن نشوف مثلا الضرب بنعمل العلامه ديت وبعد كده بنضرب اي رقم. تمام، وبعد كده برضو عمليه القسمه مثلا 6 على 3 ونعمل شيفت وانتر هتلاقي طلع لك 2.0 كده. ايه دي العمليات الاساسيه اللي هي عمليات الجمع الطرح الضرب القسمه دي العمليات الاساسيه بالنسبه لك. عايز بقى اظبط الملف اللي قدامي دوت عشان خاطر لما ارجع بعد كده افتكر الكلام اللي انا كنت كاتبه. ممكن اعمل ايه؟ اول حاجه ممكن لما اجي هنا كده اجي اضيف سيل خليه من علامه الزائد اللي موجوده هنا دي واطلعها فوق اللي انا كنت كاتبه بالعلامات الحركه. يعني شايف انت السهمين دولت بينزل لك او يحرك لك السل اللي انت واقف عليه ينزلها لتحت او يطلعها لفوق براحتك طبعا وانا هحطها فوق خالص. وبعد كده هتيجي عند الكلمه اللي مكتوب عليها هنا كود ديت وتعمل عليها ايه تكتب هنا تخليها مارك داون. دي كده دلوقتي هتكتب كتابه مش هتتنفس ككود كتابه بس. ايه اللي انت ممكن تعمله هنا؟ ممكن تيجي مثلا هنا وتعمل ايه اللي هو تكتب مثلا ايه بايثون نمبرز مثلا. تمام، بايثون نمبرز لو انت عملت دلوقتي شيفت وانتر هيطلع لك ايه هتلاقيها مكتوبه كتكست بس مش هيتنفذ اي كود او اي حاجه. وبالتالي انت ممكن تفتكر ان انت كنت دلوقتي هنا مثلا بتتكلم عن نمبرز والكلام ده كله. طبعا ممكن تسمي الفايل ذات نفسه بايثون نمبرز من هنا تضغط على انتايتلد ديت وتكتب هنا ايه بايثون نمبرز. تمام، وتعمل رينيم كده الفايل ذات نفسه بقى اسمه بايثون نمبرز. لما ترجع للفولدر هتلاقي اسمه بايثون نمبرز واللي هنا ديت مكتوبه جوه الملف ذات نفسه معانا. طب انت ممكن تعدل ازاي في الشكل دوت بحيث ان انت بعد كده تفتكر تضغط مثلا ضغطتين عليها بدل ما انت كاتب بايثون نمبر بالشكل ده. ممكن تيجي هنا مثلا وتعمل قبلها العلامه بتاعه الشباك اللي موجوده في الكيبورد بشيفت ورقم 3 وتعمل بس مسافه كده يعمل لك الهيدنج اللي هو كبير. وطبعا كل ما تكتر الشباك اللي هو العلامه بتاعه الشباك اللي هاشتاج ديت هتلاقي التايتل بيصغر معاك شويه زي ما احنا شايفين. ممكن تصغره للشكل اللي يعجبك. انا افترض مثلا ان انا عايزه الهيدنج 3 كده ولا حاجه واعمل شيفت وانتر زي ما احنا شايفين كده ايه هفضل فاكر ان انا هنا كنت بتكلم على البايثون نمبرز. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اجي قبل الكود اللي انا بكتبه واعمل حاجه اللي اسمها كومنت. ده حاجه مش بتتنفذ بس بتفضل بس ايه بكتبها عشان خاطر لا اما لو انا نسيت ارجع لها تاني او في نفس الوقت لو انا شغال مع تيم يبقى هم عارفين احنا اللي كاتبين كومنتس لبعض عشان خاطر يبقى ايه الكلام واضح بالنسبه لنا الكلام واحد عندنا كلنا. فممكن مثلا اوجه اقول هنا ان احنا بنتكلم هنا على الاديشن او عمليه الجمع. هتكتب شباك الشباك زي ما انا قلت لك في الاول لو انت بتعمل حاجه زي المارك داون بيبقى هو مش هيتنفذ. لكن لو بتكتب شباك في حته كده زي أو يعني منطقه زي دي كده معمول عليها انها كود من هنا كده يبقى هي ايه هتبقى عباره عن كومنت مش هيتنفذ برضه. هنيجي نكتب مثلا هنا ايه اديشن. اديشن معناها الجمع بس كده. فانت مثلا لو انت برضه عملت هنا تاني شيفت وانتر
هتلاقي ان الاديشن دي ما غيرتش اي حاجه لانها عباره عن كومنت مش اكتر. طبعا ممكن تعمل نفس الكلام هنا في العمليه ديت، هتضغط هنا انتر، وزي ما قلت لك الانتر لوحده ما بيعملش ينفذش حاجه، شيفت وانتر مع بعض اللي بينفذه. انتر بس هينزل لك سطر جديد اكنك بتكتب تكست في باراجراف عادي او اي برنامج كتابه، وتيجي مثلا هنا تعمل ايه كومنت ثاني مثلا، وتيجي تعمل هنا ايه سبستراكشن اللي هي معناها الطرح، وبعد كده برضه نكمل عادي خالص ونكتب مثلا هنا ايه مالتيبليكيشن، وتيجي هنا مع نفسك وتكتب برضه ديفيجن. طبعا ده عشان خاطر بعد كده لما انت ترجع، يعني لو في يوم من الايام قعدت فتره ما بتستعملش لغه البرمجه وحبيت ترجع لها تاني يبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. دي كده احنا عرفنا اول حاجه هي العمليات الحسابيه اللي هي الارثماتيك اوبريشن. لو احنا مثلا جينا هنا عملنا ضفنا خانه بعد البايثون نمبرز ديت، ممكن نيجي نكتب هنا ايه على الكود ونعمل مارك داون ونكتب هنا مثلا كذا هاشتاج اصغر مثلا من اللي قبله، ونكتب هنا مثلا ارثماتيك اوبريشنز ونعمل شيفت وانتر. فبالتالي كده وضحنا هنا ان احنا بنتكلم عن ايه الارثماتيك اوبريشنز اللي هي العمليات الحسابيه. نكبر دي شويه كده مثلا نخليهم 2 هاشتاج بس، تمام كده الكلام واضح. كده احنا عرفنا اول حاجه العمليات الحسابيه، قلت لك ان البايثون ممكن تشتغل معاك كآلة حاسبه وتعمل بقى كل اللي انت عاوزه. ايه العمليات الحسابيه الثانيه اللي احنا ممكن نعملها؟ حاجه زي مثلا الاس، حاجه رقم اس كذا بيتعمل ازاي؟ بتعمل بدل النجمه اللي احنا عملناها اللي بتاعت عمليه الضرب بنعمل 2. يعني مثلا عايز تعمل 2 اس 3 اللي هي مثلا بيساوي 8، هعمل 2 واعمل نجمه نجمه اللي هي العلامه ديت استريكس او كده، وبعمل 3 دي معناها 2 اس 3، هعمل شيفت وانتر هيقول لي 8. دي كده عمليه، دي كده الاس. الاس طبعا عشان تبقى فاكر اللي هو عباره عن ايه الباور، تمام بالانجليزي الاس اللي هو الباور. جميل جدا، دلوقتي احنا عرفنا اغلب العمليات، ايه اللي بقول اللي ممكن يكون ناقصنا في عمليات في العمليات الحسابيه؟ في حاجه اسمها الفلور ديفيجن. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا جيت قسمت رقم على رقم تاني وطلع رقم 10، يعني زي ايه؟ لو مثلا قسمت 9 على 2 هيطلع رقم 10 زي ما احنا شايفين شيفت وانتر طلع 4.5. الفلور ديفيجن هو بمعنى صح ان هو بيجيب لك الرقم اللي بيطلع ده بيجيب لك الرقم الصحيح منه. يعني ايه؟ يعني مثلا 9 على، بدل ما انا كنت بعمل على شرطه واحده بس هنعملها ايه؟ الاثنين دول ورا بعض، وبعد كده نعمل 2، نعمل وقت شيفت وانتر هيطلع لي 4. دي كده اسمها فلور ديفيجن. يعني نيجي هنا كده ونيجي نعمل هنا انتر ونقول فلور ديفيجن. في حاجه كمان معانا اسمها باقي القسمه او الموديول اللي هو، تعالى مع بعض كده ننزل ونعمل فايل جديد يعني سطر جديد ونعمل مثلا فيه نسميه موديول، وده بنستعمل فيه العلامه اللي هي بتاعت اللي هي علامه اللي هي بيرسنت اللي هي 100 اللي هي رقم مثلا في الميه اللي هي زي ما احنا شايفين معانا شيفت وخمسه. العلامه دي كده لما بنعملها بيقول لك باقي القسمه. يعني ايه باقي القسمه؟ يعني مثلا انت قسمت التسعه على الاثنين طلع لك مثلا باربعه وكسر اللي هو اللي خلينا مثلا الرقم الصحيح معانا كام؟ 4. لو ضربت الاربعه في 2 هيطلع ب8، يبقى كده باقي القسمه كام؟ 1، تمام؟ اللي هو الكسر بقى بتاعي اللي بقى موجود هنا ده، المفروض ان باقي القسمه في الحاله مثلا زي ديت هي 1 بس. هاجي هنا واعمل 9 واحط العلامه اللي هي علامه البيرسنت دي وعلامه في الميه كده واعمل 2، اعمل دلوقتي شيفت وانتر هيطلع لي 1، 1 ديت اللي هي باقي القسمه. نعمل زوم كمان شويه عشان خاطر يبقى الكلام واضح، تمام؟ يبقى كده ايه؟ ديت باقي القسمه. كده اغلب الارثماتيك اوبريشنز احنا اتكلمنا عنهم، الحاجات الاساسيه خالص. طب ايه تاني اللي احنا محتاجين نتكلم عنه؟ محتاجين نتكلم ان انت مثلا في العمليات الحسابيه مش بتتعامل بسطر واحد، يعني مش بعمليه واحده او كده، انت ممكن تكتب اي عمليات انت عايزها، معادله كامله مثلا عايز تكتبها 2 في 5 زائد 3 في 4 ومش عارف الكلام ده كله. هتلاقي بيتعمل ازاي الحاجات ديت؟ هتلاقي مثلا ممكن تعمل 2 عادي خالص، تكتب مثلا 2 في 4 زائد 3 في 6 وهكذا. طبعا انا بسيب لك مساحات، و 48 مثلا على 3 على 6 مثلا ناقص اي رقم، اي رقم كده وخلاص عادي، مش لازم يعني كله يبقى مضروب او كده. بس لو انت عملت انتر دلوقتي الرقم هيطلع لك على اساس ايه؟ الرقم هيطلع، تعالى نعمل مع بعض شيفت وانتر مثلا، يعني طلع بماينس 2. هو بيمشي يعمل العمليات دي كلها وفي الاخر بيجيب لك الرقم النهائي. العمليات دي بتتم على اساس ايه؟ على اساس الترتيب بتاع العمليات اللي في الرياضه المعروف خالص، اللي هي بتاع الارثماتيك اوبريشنز المعروفه خالص، اللي هي مثلا بيبدا يعمل اول حاجه يشوف الضرب وبعد كده القسمه وضربه القسمه وبعد كده الجمع والطرح والكلام ده كله. ده الحاجات ديت في حاله عدم وجود الاقواس، لو في اقواس او في اس بيبدا يتعامل معاهم هم الاول. طبعا لو دخلت على النت وكتبت بس ايه ترتيب العمليات الحسابيه عادي في ويكيبيديا خالص اهوت، هنخش في ويكيبيديا هتلاقي مكتوب لك ترتيب العمليات الحسابيه، الضرب المتكرر اللي هو الاس وبعد كده الجذور وبعد كده الضرب والقسمه وجمع الطرح، وطبعا لو في عمليات داخل الاقواس بتبدا برضو ايه تيجي الاول.
يعني لو رجعنا للملف بتاعنا هنا مثلا كده وقلنا ان احنا مش عايزين، هو الوقت هيعمل عمليات الضرب والقسم الاول، يعني مثلا 2 في 4 و3 في 9 و4 على 6 4 و48 على 6 بيخلصهم، وبعد كده بقى يجمع ويطرح وكده. طب انا مش عايز كده، انا مثلا عايز يضرب الاثنين في 4 زائد 3، هاجي هنا بين الاربعه والثلاثه واعمل هنا كده قوس، وبعد الثلاثه واعمل القوس كده، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان هو هيعمل الاربعه زائد 3 تمام، وبعد كده يضربها في الاثنين، وبعد كده يضربها في التسعه وهكذا، هتلاقي الناتج طلع مختلف. زي ما احنا شايفين الناتج طلع مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده. ترتيب العمليات الحسابيه لازم تكون برضو عارفه، زي ما انت شايف هو انت ممكن تكتب بس على جوجل ترتيب العمليات الحسابيه وهيدخلك على الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا ديت وتشوفها. طبعا حاجات اساسيه خالص من الرياضه بتاعت ابتدائي والكلام من ده. طبعا بقى ممكن تقعد تجرب مع نفسك كده شويه ارقام وتظبط حالك. يعني ايه مثلا الارقام اللي انت ممكن تجربها؟ ممكن مثلا لو عملت اي رقم ولنفترض مثلا ايه 16 مثلا اس نص، يعني ايه 16 اس نص؟ اس نص اللي هي معناها الجذر، الجذر التربيعي، هتعمل مثلا شيفت وانتر هيطلع لك 4، 4 تربيع ب 16، فالجذر بتاعها بيساوي الجذر بتاع 16 هو ال4 وهكذا. طبعا ما تدخلنيش بقى في تفاصيل بقى موجب او سالب 4 وكلام من ده عشان ده مش وقته يعني تمام. وجرب بقى لوحدك، جرب شويه حلوين، اشتغل على العمليات الرياضيه لو انت اول مره ليك في البرمجه، حاول تشتغل عليهم كلهم وتفهمهم اكتر والكلام من ده كله. انا اتمنى طبعا الكلام يكون واضح بالنسبه لك، وزي ما قلت لك الكود باذن الله يكون مرفوع على جيت هاب، اي درس يتشرح هتلاقي الكود بتاعه موجود في اللينك بتاع جيت هاب باذن الله. مع اني مش بفضل فكره ان انت تتعامل بالكود بتاعي، عايزك تكتب كودك بنفسك عشان خاطر لو انت عندك اي كومنت تكتبه بالشكل اللي يفكرك انت بالكلام ده كله يعني باذن الله. بس كده طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك جميل واشترك في القناه لو مش مشترك، ودعوه حلوه في الكومنتس باذن الله. وفكرك لو انت مهتم بمجال الماشين ليرنينج او الذكاء الاصطناعي او كده، ففي تراك على القناه موجود بالماشين ليرنينج وليه جروب على الفيسبوك، لو عندك اي استفسار برضه في التراك ممكن تخش تسال عليه باذن الله. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.